إذا تحقق الأهم في انتظار المهم، واستجاب الرجال لنداء الرجال. المنتخب الوطني المغربي حقق فوزا جديدا في كأس الأمم الإفريقية غاب لمدة سنوات عديدة. فوز المنتخب الوطني المغربي حضره مجموعة من الجماهير جاءت من مجموعة من المدن وكذلك من مجموعة من البلدان. معي هنا مجموعة من الجماهير تنقلت من غينيا الاستوائية لتشجيع المنتخب الوطني المغربي. معي الآن عادل تنقل لمساندة المنتخب الوطني المغربي من غينيا الاستوائية. عادل كيف جاكم الماتش؟ اخويا الحمد لله فرحونا الشباب، رغم التعب رغم السفر رغم الطريق رغم ما نقولكش المعاناه. جينا المقابله الاولى حضرنا ليها، حضرنا المقابله الثانيه والحمد لله توفقنا في هذه المقابله وتمت بشكل جيد. ربما بعد اختيار المدرب اللي كنا عاتبنا عليها في المقابله الاولى كان وظف اللاعب فجر واحسن التوظيف، وتمكنا من احراز ثلاث نقاط غايه في الاهميه، وكنا وهرمنا من الهزائم وهرمنا من الدور الاول. نود نحب ان نمشي بعيدا في هذه الكاس، ولما لا الضرب بقوة ومن حديد في لقاء الكوت ديفوار، ومرور بمرور المشرف، وتكون الكبوة مجرد تعثر حصان مش كبوة حصان. نريد المرور إن شاء الله بقوة الدور الثاني بالضرب على الحديد وبالضرب منتخب الإيفواري والمرور للدور الثاني، لما لا؟ وإن شاء الله نفرحوا الجماهير المغربية، وتحية من الجماهير ديال الباطة اللي جات من غينيا إكواتوريال. نساند دائما وأبدا المنتخب في السراء والضراء. نحن لسنا مع المنتخب فقط في الهزاء في الانتصارات، نحن معه في الشدائد وأنا معه في الانتصارات الحمد لله. وسوف تكون الأمام مع هذه المنظومة الكروية الآن وهذه النهضة الكروية في تعرف الجامعة أو من خلال تهيئ الملاعب أو الأطر أو كذا، غنمشيو بعيد وغنمشيو بعيد إن شاء الله في المستقبل القريب. ونشكر البطولة. معي الآن سمير، حتى أنت جيتي من غينيا الاستوائية لتشجيع المنتخب الوطني المغربي خصيصا هنا بأويام، كيفاش مرت الرحلة ديالكم وشنو الشعور ديالكم من بعد هذا الفوز هذا اللي غبنا عليه طويلا طويلا؟ أولا كنشكر اللاعبين على المجهود اللي قدموه في أرضية الملعب، وأنه ثانيا فرحونا وخلينا ننساو التعب اللي صادفنا في طيلات الرحلة ديالنا. ثانيا كنشكرهم بزاف لأنهم مباراة غادي تخلي لنا عطاتنا الاهم اللي هو ثلاث نقاط اللي غادي تخول لنا نلعبوا على بطاقه المرور للدور الثاني. واخا حنا ما جيش نلعبوا على المنتخب، ما خصوش يجي يلعب على بطاقه المرور، خصنا نلعبوا على الكاس ونرجعوا الكره المغربيه الصوره ديالها المشرفه في القاره الافريقيه في المحافل الافريقيه ان شاء الله. إذا هذا الفوز أعاد البهجة للجماهير المغربية التي تنقلت بكثرة لتشجيع المنتخب الوطني المغربي هنا بأويام. كانت معكم بعثة البطولة يوسف الشافعي عز العرب نيبت أويام. المغاربة في القابون، المغاربة في القابون، إيه ماما ميا، المغاربة في القابون.